أصدقائي متابعي سبارتا سي إن سي ووركشوب، أهلا بكم بحلقة جديدة من حلقات أعمال المتابعين. ضيف حلقتنا اليوم الأخ فؤاد عودة من الأردن المقيم في كندا، والذي أرسل جانب من أعماله وهي اللوحات المضيئة، نستعرضها بعد الفاصل، خليكم ويانا. يستخدم الأخ فؤاد خشبة باين أو الصنوبر لعمل هذه اللوحات الجميلة بعد أن يقوم بعمل وتصميم الأشكال التي سيقوم بتنفيذها وسحبها على الورق باستخدام الطابعة، ثم يقوم بلصقها على الخشب باستخدام مادة الغراء والتي يتم إزالتها بعد عملية القص بكل سهولة. ويستخدم أيضا بلاستيك الأكريليك والذي تكلمنا عنه في فيديو سابق، وقلنا أنه يستخدم كبديل للزجاج لما يتمتع به من شفافية عالية ومقاومة للكسر، ويلعب هنا دور السطح الذي يعكس الإنارة في اللوحة. وبالتأكيد يستخدم إنارة LED والتي تكون في الغالب متغيرة الألوان. طبعا عملية قص الأكريليك تحتاج إلى شيء من المهارة والسيطرة، وبالأخص عند قص المنحنيات، لكن يقوم الأخ فؤاد بقص المنحنيات بطريقة مميزة، وهي بتثبيت لوح الأكريليك بين طبقتي الخشب التي سيقوم بتنفيذ اللوحة منها، ثم يقوم بقصها سوية، وبعدها تأتي مرحلة الساندينج أو تنعيم الجوانب باستخدام ورق الرمل. أما الفكرة الأخرى التي ينقلها لنا الأخ فؤاد هي استخدام الساند بلاستر أو مسدس الرمل، والذي يستخدم عادة بتنظيف المعادن من آثار الصدى أو مخلفات الطلاء القديمة، ويستخدم أيضا للنقش على الزجاج. هنا يستخدمه صديقنا لتسليط الرمل بشكل قوي على لوح الأكريليك للحصول على سطح معتم يقوم بعكس الضوء بشكل أفضل. أصدقائنا الأعزاء، يمكنكم زيارة حساب الأخ فؤاد على الإنستغرام والذي سأضع رابطه في صندوق الوصف، ويمكنكم إرسال أعمالكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب الذي سأضعه في صندوق الوصف أيضا. إذا كانت لديكم أي أفكار أو مقترحات تفضل وضعوها في التعليقات. شكرا لك أخي فؤاد، وشكرا لمتابعتكم أصدقائي. في الختام تقبلوا تحياتي وانتظروني في حلقة قادمة من أعمال المتابعين.